بين درجات الصلم الموسيقي مقطوعات رسمت أو رسمت مشهد من الأمل على مسرح دار الأوبرا السورية. فالموسيقى قدرت تكون سلاح كل فنان ليتحدى ويثبت وجوده على المسرح. أكيد سلمى ضيفتنا لليوم قدرت ترسم الأمل بأسلوبها الخاص وعبر آلة مميزة، آلة الفيولا، بدأت طريقة بعالم الموسيقى، وبعد محطات عديدة كان الختام على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون ضمن أمسية موسيقية لموسيقى الحجرة، وهي عزفت الفيولا راما البرشة، هي ضيفتنا لليوم. أكيد صباح الخير راما، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك راما. صباح الخير. بالبداية خلينا نحكي عن شوي عن تفاصيل مشوارك الموسيقي، امتى بدأتي، شو دارسة وهيك، يعني شوية تفاصيل. أول شيء صباح الخير. ثاني شيء أنا بلشت على العزف لما كان عمري 5 سنين بمعهد صلحي الوادي. بعد المعهد صلحي الوادي رحت على المعهد العالي سهل أموني وتخرجت ب2015. هي ثاني تجربة كانت حفلة عزف منفرد تماما. نعم. كان لك تميز راما، إذا بدنا نحكي شوي عن تفاصيل كل مرحلة، مرحلة صلح الوادي أثبتي فيها يمكن التميز، وكان هذا الشيء هو يمكن الدافع لحتى أنت كملتي لقدام بالموسيقى، خبرينا عن هي المرحلة قد إيه أضافت لك. بمعهد صلح الوادي أغلب الأساتذة كانوا خبراء روس وأساتذة سوريين، بيعطوكي خبرة كتير إجباري وبيعلموكي، فبعد مرحلة معهد صلح الوادي بيصير عندك خيار، يا أما أنك تكفي بهذا المشوار يا أما أنه تنتقلي على مهنة تانية أو تحبي تجربي شيء تاني. أنا كان حلمي أني كفي بالموسيقى وامتهنة احترف في المهنة، فلقيت أني فوت على المعهد العالي. تمام. أكيد. طيب خلينا نحكي شوي عن التجارب اللي خطيها لحتى وصلتي لهاي يمكن الأمسيات اللي أحيتيها من فترة قريبة. هلأ غير الدراسة بالمعهد والخبرات اللي تاخديها، في ورشات العمل اللي نحن بنروح عليها أو بنشارك فيها سواء بسوريا أو بلاد العربية أو برا، كله هذا بيعمل تراكم خبرات لحتى يقدر الواحد يكون عنده هاي الشجاعة والجرأة لحتى يطلع على مسرح دار الأوبرا يعمل حفلة. أكيد. رما خلينا نروح مع بعض لحتى نتابع مشاهد من الأمسية وبنرجع أكيد لنكمل حديثنا معك. يعني راما مثل ما تابعنا الحفل هو كان مزيج بين موسيقى خلينا نقول مؤلف الألماني ومؤلفين روسيين، كيف تم اختيار هاي المقطوعات؟ أكيد تحية للمايسترو ميساكيد. برنامج هي موسيقى الحجرة، أغلب الأعمال من عصر الرومانسي،
إن كان رخمانينوف وغلينكا أو ماكس بروخ. ماكس بروخ هو الأجدد تقريبا فيهم. كيف تم الاتفاق على هذا البرنامج؟ بالنسبة لرخمانينوف وغلينكا هن من أجمل الأعمال للثلاثي وترين للثلاثي ما بيانو. فنحن كتير بنحبون هدول الأعمال أنا وشريكتي نورا صليبي. فكنا حابين نقدمون هدول الأعمال. بالنسبة للكونشيرتو ماكس بروخ هو دبل كونشيرتو، كونشيرتو ثنائي للآلتين سوا. صعب وحلو وفيه تحدي وهيك، فلهيك اتفقنا عليه هون. لهيك اخترته. راما متنا كان الحفل على مسرح كبير مثل مسرح دار الأسد اللي هو يمكن أكبر شيء ممكن يحصل عليه أي موسيقي أو فنان بمسرح عريق مثل هذا المسرح. قد هذا الشيء ممكن بيحملك مسؤولية إنه نحنا طلعنا على مسرح دار الأسد ومع حضور كبير، فالمرحلة القادمة قد لازم تكون بنفس المستوى أو أعلى؟ تمام. هلأ نحن أول تجربة كانت لنا أنا ونورا كانت بال 2015 بدار الأوبرا بقاعة المتعددة الاستعمالات. كانت القاعة صغيرة نوعا ما، بس كبداية أولى هي كانت خطوة كتير كبيرة وجريئة لنا. تاني حفل اللي هو هاد كان بقاعة الدراما، كانت كتير مسؤولية كبيرة علينا، فيها خوف أكيد وبس بنفس الوقت فيها هي الحماسة، عرفتي؟ كانت خطوة كتير منيحة. هلا للمرة الجاية حدا بيعرف؟ ما في شيء راما بتفكري فيه لقدام انه ممكن يكون في حفلات اكثر، تتعاوني اكثر مع موسيقيين، يكون في كثافة؟ يعني من 2015 17 مثل ما عم نحكي في سنتين لحتى كان في هي الحفل. هلا نحن بهي الحفلة كان لنا الشرف انه عزف معنا المايسترو ميساك. بالحفلات الجاية اكيد بنتمنى انه نحن نقدر نعزف مع زملاء لنا وأساتذة غير من غير آلات بركي. شو في لسه لقدام؟ لسه ما بنعرف، بس طموح الإنسان كبير لسه، طلع معنا كتير شغلات. أكيد. طيب راما خلينا نحكي شوي، يمكن الفن بهذا الوقت صار كتير عليه ضغوطات، والفنان بشكل عام سواء كان شاب أو حتى صار عليه كتير ضغوطات، الأزمة حملته مسؤوليات إضافية. مثلتي سوريا، شاركتي بمهرجانات خارجية أو بتطمحي لهذا الشيء؟ هلا نحن من فترة كان في ملتقى أوركسترا شباب بإيطاليا، طلعنا أنا وأربعة من أصدقائي من هون، مثلنا الشباب السوري الموسيقي. ردة فعل فينا نقول الطليان كانت هن تفاجئوا، لأنه ما تعرفي الأزمة والحرب، ما في العلاقة، يعني قد ما الواحد حاول يوصل الوجه الحضاري لسوريا وهيك إلا إذا كان بيناتهم حتى يقدر يثبتها فعلا. تفاجئوا انه في موسيقى بسوريا، في موسيقى بسوريا وموسيقى جديه وموسيقى كثير منيحه، موسيقيين بيعرفوا شو عم يعملوا وبيرتقوا للمستوى العالمي. فكانت كثير تجربه منيحه قدرنا نوصل فيها هي الفكره. وبغض النظر عن نحن، في الموسيقيين اللي سافروا برات سوريا، صحيح احنا خسرناهم هون، بس هن عم يكفوا بنفس المسيرة وعم بيفرجوا العالم انه الموسيقى السوري موجود وهو مستواه كتير ممتاز. نعم. راما قبل ما نحكي عن دور الموسيقيين بالخارج وعم نحكي عن السوريين بشكل خاص، بدنا نحكي هون بالبلد بسوريا. أدي لما بيكون في حفلة بيكون إلى صدى كتير كبير، بتقدر يمكن تخرج الناس من حالة معينة. الموسيقى دائما مثل ما نحن كلياتنا بنقول إنه هي غذاء للروح، وهي دائما مقولة مانا عن عبث. فأدي بتحسي أنت بهذا الشيء لما بتخلصي حفلتك وبتطلعي؟ هلأ بس الواحد يفوت على الحفلة بيكون تعفي توتر وهيك ستريسي ومتحمس وكلهم سوا. لما بيطلع على المسرح أول مواجهة مع الجمهور تكسر هذا الستريس كله، لأنه سي بده يعطي كل شيء عنده لحتى بما معناه أنه يشكر الجمهور أول شيء لدعمه لإله لأنه إجا. فلما بيبلش بيعزف أو بتعزف بيكسر هذا الحاجز من الخوف، بتصير في حالة مثل اندماج، فينا نقول عنا بيندمج بالموسيقى، بصير بيعطي كل شيء عنده فيه بالموسيقى لحتى يوصل للعالم اللي هو بيحسه واللي هو عم فكر فيه واللي اشتغل عليه. بعد الحفلة أكيد يكون كتير
كثير مبسوط، هو خاصة إذا كانت النتائج بترتقي للشيء اللي هو كان عم بيقدمه. أكيد رح نروح سوا راما ونشوف كمان مشهد من حفلة إليك مع نور نورة صليبي. نورة ونرجع يلا. يعني كتير شيء مميز اللي سمعناه وشفناه قبل شوي. بدنا نوجه كمان تحية لنورة زميلتك، وسؤالي قدي في انسجام بيكون لحتى يطلع عمل حلو هيك، ما بدنا نقول بس بالأداء، بالروح، لأنه دائما لما بنحكي عن موسيقى في روح بالموضوع. أكيد. هلأ نورة أول شيء هي أنا وياها من نفس الدفعة بالمعهد صلحي وبمعهد العالي، يعني تقريبا بلشنا سوا بالموسيقى. لما تخرجنا أنا بعتقد يعني برأيي الشخصي انه هي من احسن عازفات الكمان، واحدة من احسن عازفات الكمان هلا بالبلد. شفتها انه هي كتير متحمسة لتعمل شيء مشروع خاص لها، وانا كان عندي نفس الشيء، فحكينا واتفقنا انه بنوحد المشروع وبنقدر نطلع فيه سوا. لما اتفقنا على اول حفلة بال 2015 كان كتير انجاز عظيم انه اتفقنا وهيك. بعدين فيك تقولي انه تفاجئنا قديش نحن منسجمين سوا، نحن نفكر نفس الشيء، فينا نفصل بين الشغل، بتعرفي الشغل والصداقة شيء، فينا نقدر نفصل بيناتهم. وغير هيك التفكير الموسيقي كتير بيشبه بعضه بيني وبينها، فكان كتير ممتاز هذا الحكي انه قدرنا نعمل شراكة كتير منيحة.
أكيد يعني، وهذا الشيء كان واضح فرح من الفيديو اللي شفناه والانسجام بيناتكم. شو يمكن كمان بتفكروا تعملوا شيء تاني؟ هلأ بنشوف كتير ثنائيات بيعملوا أنواع من التحدي، أنه بيعزفوا موسيقى صعبة أو موسيقى بدها تركيز كتير بالنقلة بين الشخص والتاني. شو الممكن أو تحدي شفتوه عالميا وحابين تعملوا شيء بيشبهه مثلا؟ هلأ الموسيقى كتير وما بتخلص. بالنسبة للأعمال المكتوبة لكمان وفيولا فهي نوعا ما قليلة شوي. قليلة تماما. فأول حفل لقينا أعمال كانت للكمان والفيولا مكتوبة خصيصا لهدول الآلتين. في أعمال ما كانت معروفة كتير، في أعمال معروفة مثل هاندل هذه كانت معروفة. بالنسبة للحفل الثاني اللي صار من كم يوم، بس بروخ كان مكتوب للكمان والفيولا، أما الأعمال الثانية فهي كانت مكتوبة للتشيلو كمان، والعمل الثاني كان باسون وكمان. فنحن نحب العمال وبدنا نشتغلها، هي لقينا كتير صعوبة فيها لحتى أنت تقدري تحولي من آلات لغير آلة، لحتى تقدري تجيبي نفس نوع الصوت، نفس الريجسترات ونفس الروح تبع الآلة، هي لقينا صعوبة أكيد. هلأ للحفلة الجاية شو ممكن نلاقي؟ لسه شيء ما بنعرف، بس أنه ونورة بنحب نتحدى حالنا دائما، أنه شغلة صعبة ما بيهمنا، في تحدي أنه التمرين بيجيب نتيجة دائما. فلنشوف هلأ الحفلة الجاية. وكتير شيء مميز مثل ما شفنا، أنه مثل ما عم بتقول يمكن الموسيقى شوي قليلة بين الآلتين اللي هي كمان والفيولا كانت قليلة شوي، لكن رغم هيك طلع شغل حلو مثل ما شفنا. هلأ كمان رح نروح راما لحتى نشوف كمان مشاهد من أمسية وبنرجع نكمل حديثنا. يعني مثل ما تابعنا مقطع تاني من العزف، وفعلا هيك بتروحي مع هاي المعزوفات تسرحي مع الموسيقى، هذا الأثر أثر الموسيقى على روح الإنسان كمان. خلينا نحكي شوي عن لا في موسيقى تساعدك وين ما كنتي، بأي حالة نفسية كنتي فيها، حالة كنتي معصبة متاحة زعلانة فرحانة، هي الموسيقى دائما تشدك لورا. يعني شلون بتشدك لورا؟ بتشدك نفسيا ترتاحي تماما. فشلون اذا كنت عم تعزفي الموسيقى هي حاله تانية تماما، فيكي تعبري فيها بكل شيء بتحسي، فما في وسيله اوضح او احسن لحتى الواحد يعبر عن مشاعره او اللي بحس فيه غير يا يعني بالعزف او بالموسيقى بشكل عام. يعني فهي لها تاثير كثير قوي على النفسيه.
رامو، شو مفكرة تعملي شيء جديد في خطة حاطتيها، إن كان لمتابعة دراسة أو إن كان لسفر أو حفلات تانية بالبلد؟ هلا بالنسبة لموضوع الدراسة، تكمل دراستي برا، أنا حاولت من فترة إني كفي دراستي، ما زبطت، رجعت على البلاد. إني كفي هلا هي أكيد منيحة وهي لازم، لأنه الواحد ما بيوقف دراسة ولا بيوقف التعليم أبدا. بالنسبة للشغل هلا أنا بالسيمفوني، وفي بالسيمفوني الوطنية وأوركسترا العربية وأوركسترا ماري، فمشروعي الشخصي كمان هو كتير مهم بالنسبة مثلا أنا ونورا. شوفي لقدام أكيد لازم يكون في حفلات تانية، أي ما تفترض قريبا، ما يكون في هاي الشرخ الوقت بيناتهم مثل المرة الماضية، بس لسه في واحد بفكر شوي شوي على مهله. تكون كل خطوة مدروسة. تماما. أكيد. يعني ذكرتي ثلاث فرق موسيقية من أهم الفرق حاليا، تحية أكيد للمايسترو ميساك، مايسترو عدنان، ومايسترو رعد خلف. الأسلوب المختلف يمكن بين الثلاثة، شو تعلمتي منه؟ بكل أوركسترا من هدول الثلاثة، طبعا مع احترامي للجميع ومحبتي لهم، بتعلمي إما نوع موسيقى جديدة أو ستايل بالعزف، مثلا الفرقة السيمفونية غير العربية غير أوركسترا ماري، كله بيعطيكي خبرة كبيرة لقدام. كل حدا بيزيد لك من خبرتك بالعزف، بالتكنيك، كيف تفكري، كيف تقري الموسيقى. فهنن يعني أساتذتي، وأنا كثير تشرف وفخورة يعني إني أنا بعزف معهم. نعم. شو بتحبي توجهي راما كلمة لكل الناس اللي يمكن دائما بيحضروا حفلاتك بيشجعوك، سواء من عائلتك من أهلك، ولكل الناس اللي بتحب هالموسيقى ومواظبة دائما على إنه تكون بدار الأوبرا رغم كل شيء عم بيصير؟ هلا أول شيء بالبداية بدي أشكر أهلي، والدي ووالدتي، إنه عرفوني على الموسيقى وخلوني فوت على هذا المجال. أساتذتي والمعهد كتير كان لهم أثر، وهن اللي عملوا منهم دراما البرشا فينا. بالنسبة للعالم بالموسيقى هون، ما نخلي الأزمة والحرب تضغطنا بمجال نحن نبعد فيه عن الشيء اللي بنظف روحنا من جوا. الحرب بدها تمشي ورح تخلص بالنهاية، بس في موسيقى وفي روح وفي ثقافة وفن، هي بتضل، ونحن اللي رح نرفع سوريا لقدام بموسيقتنا وثقافتنا. فلا، ضلوا عم يحضروا حفلات ويحضروني مثلا، وهيك افضل رساله بنقدمها. اكيد. بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا، ونتمنى لك التوفيق اكيد بكل الخطوات الجايه مع نورا كمان. شكرا كثير. شكرا كثير لك راما، ونتمنى اكيد نضل نشوفك باعلى المراتب ونضل نشوف هاي الحفلات الحلوه. شكرا لك.